التوصيل. تعمل زنبيل مع 7 إلى 8 شركات شحن في الإمارات والسعودية. مدة الشحن في الإمارات تتراوح بين 2 إلى 4 أيام عمل، وفي السعودية من 3 إلى 5 أيام عمل. رسوم التوصيل في الإمارات 18 درهم للطلبات المسلمة و5 دراهم للطلبات الغير مسلمة. رسوم التوصيل في السعودية 28.5 ريال للطلبات المسلمة و11.5 ريال للطلبات الغير مسلمة. ملحوظة: قد تكون هناك رسوم أعلى لبعض المناطق النائية 1% على الطلبات. كيفية حساب أرباحك مع زنبيل؟ حساب الأرباح في زنبيل بسيط جدا. أولا، نقوم بخصم تكلفة المنتج حسب المنتج الذي تبيعه، ثم نخصم تكاليف الشحن والتنفيذ، وهي 18 درهم إماراتي في حالة الطلبات داخل الإمارات. يتم تحويل المبلغ المتبقي إلى حسابك البنكي أسبوعيا. فلنعطي مع بعض مثال: سعر البيع 170 درهم إماراتي، تكلفة المنتج على زنبيل 100 درهم إماراتي، يتم خصمها من 170. تكلفة التنفيذ والشحن 18 درهم إماراتي، إذن المبلغ المتبقي هو 52 درهم إماراتي يتم تحويله إلى حسابك.